مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء الخير على كل السادة الزملاء الصحفيين والإعلاميين من كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. بنرحب بحضراتكم في واحد من أحلى وأجمل الأماكن اللي موجودة في العالم، مدينة العلمين الجديدة، درة التاج بالنسبة للجمهورية الجديدة، واحد من أجمل وأحلى الأماكن في العالم كله مش بس في مصر. بنرحب بحضراتكم في المؤتمر الصحفي بمعالي وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي. نرحب بحضرتك ترحيب شديد، والوفد المرافق لي من ممثلي وسفراء ومسؤولي بعض الدول العربية والأجنبية الصديقة، وطبعا بيشرفنا بالحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأستاذ عمرو الفقي. الحقيقة احنا خدنا جولة مفصلة في مدينة العلمين، شفنا اليو أرينا، شفنا المنطقة الشاطئية والمنطقة الترفيهية، شفنا أكتر من معلم من معالم مدينة العلمين الجديدة اللي كانت لغاية سنين قليلة ماضية أكبر حقل ألغام في العالم كله، دلوقتي بقت مدينة بتنبض وتضج بالحياة في كل شبر فيها وفي كل تفصيلة فيها. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وبنبتدي المؤتمر الصحفي بكلمة معالي وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي، فليتفضل. مساء الخير جميعا مرة تانية، وسعيد جدا ان انا اكون مع حضراتكم النهاردة واكون في المكان الجميل اللي احنا فيه ده. الحقيقة لما باجي العالمين، وأنا يعني ما جيتش كتير، إنما ابتديت أشوف، جيت مرة زمان قوي فترة سابقة من حوالي 7 سنين أو 8 سنين، وجيت دلوقتي. فأول ما باجي العالمين الحقيقة بيخطر على بالي شوية خواطر، واسمحوا لي أحاول إن أنا أشارككم في الخواطر دي بشكل أو بآخر. أول حاجة في الخواطر دي هي فكرة الرؤية. احنا تعلمنا دايما إنه التاريخ هو اللي بيثبت مدى جدوى ومدى وجاهة الرؤية وليس شيء آخر، مش الحديث عن الرؤية نفسها. أنا كنت موجود الحقيقة لما القيادة السياسية اتكلمت عن العلمين كرؤية لمنطقة في الساحل الشمالي وتطوير الساحل الشمالي عشان ياخد حقه من السياحة الشرق أوسطية أو آسف الميديترينيان أو الخاصة بالبحر المتوسط. وأظن النهاردة اللي احنا بنشوفه سواء كان في العالمين أو في الساحل الشمالي بيثبت أن الرؤية كانت صائبة وأن الرؤية قابلة للتحقيق، وأن الرؤية هتضيف شيء كبير قوي لمصر ولصناعة السياحة المصرية وللشعب المصري نفسه. الحاجة التانية اللي بتخطر على بالي أول ما باجي هنا هي التفاؤل. لما بشوف قدامي استثمارات كبيرة جدا وبشوف ثقة من القطاع الخاص ومن المستثمرين في مكان، بحس انه في تفاؤل بالمستقبل. والعالمين اظن كمية الاستثمارات اللي موجودة قدامنا والاستثمارات اللي جاية وطالعة في المستقبل تدعو للتفاؤل، وبتقول ان بكرة اكيد ان شاء الله احسن من النهاردة. الحاجة التالتة هي ان العالمين بتمثل بالنسبة لي هي والساحل الشمالي الوضع الأمثل للسياحة. أنا دايما بقول السياحة هي صناعة قائمة على حرية وسلامة وجودة، حرية وسلامة وأمن، أنا آسف، الانتقال والتنقل. العالمين مكان تقدر تنتقل إليه بسهولة وبأمان، العالمين مكان تقدر تتنقل فيه بسهولة وبأمان، تتمتع فيه بالحرية الكافية، بتقدر تعيش اللايف ستايل بتاعك أو حياتك بالشكل المظبوط أو ما تريده، طبعا مع احترام العادات والتقاليد، وكلنا عارفين ما هي حقوق وواجبات السائح على مستوى العالم كله. الحاجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها، وهي الحقيقة حاجة أسعدتني جدا امبارح لما زمايلي في الوزارة شاركوني فيها، هي إن العالمين جالها عدد كبير قوي من الجنسيات السنة دي. حد يقدر يقول لي نتوقع كام جنسية زارت العالمين السنة دي؟ بس مش الناس اللي أنا قلت لهم. ساعات سفير الكويت عمال يضحك لانه كان هيقول، بس انا اللي قايل له على فكره، ما بتسمعوش منه. تفتكروا كام جنسيه؟ حد يقدر يقول رقم؟ يا جماعه ابتكروا، علوا صوتكم. 20؟
مين يزود؟ انت غشاش. لا هما 104 فعلا، بس حد غششك على فكرة، ومش عارف سفير اي دولة اللي غششك الحقيقة النهاردة، فمش عارف. 104 جنسية على فكرة، ده انجاز كبير قوي لو تاخدوا بالكم. 104 جنسية، يعني انت في 104 دولة حصل في وورد اوف ماوث، هتتسمع عن المكان وتنقل عن المكان خبرة معينة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأنا متأكد إنها هتكون خبرة إيجابية إن شاء الله. السياحة المصرية، بقول لحضراتكم إحنا السنة دي عندنا رغم كل التحديات الجيوسياسية، ويمكن حضراتكم شفتوا من يومين بعد حادث معين إيه اللي حصل في البورصات العالمية، وإيه اللي حصل على مستوى العالم كله، الخسائر اللي حصلت في عدة دول مختلفة وأثرت علينا بشكل بسيط جدا أو طفيف جدا، بس الحمد لله مصر قادرة إنها تلاقي طريقها في وسط المشاكل الجيوسياسية والمشاكل الاقتصادية اللي موجودة في العالم وحوالينا بشكل مباشر. لما نيجي نبص نشوف حوالينا من جميع الجوانب، هنلاقي إن إحنا عندنا تحديات كتيرة جدا، والحمد لله وبفضل يعني حكمة القيادة والمجهودات الكل، من أول أصغر واحد في الشعب إلى أكبر واحد، التكاتف ده هو اللي مخلينا نوصل للقدرة على إن احنا نتعايش مع الصعاب اللي موجودة حوالينا. الحقيقة السياحة في تقدم السنة دي رغم كل التحديات، احنا عندنا زيادة تقريبا في كل شهر بتزيد 5% 6%، وهو رقم مش بطال، كنا نطمح في أكتر من كده. رؤيتنا الحقيقة هتتغير، وهنعمل حاجة هتكون تليق بينا. مصر من أكثر دول العالم من حيث التنوع أو إمكانيات التنوع السياحي. يعني إيه؟ عندك أنماط سياحية كتيرة جدا موجودة بحكم واقع مصر الجغرافي وما تملكه مصر من إمكانيات، سواء كانت سياحة ثقافية، علاجية، بيئية، غوص، الآثار الإسلامية، الآثار القبطية والمسيحية، الآثار الرومانية، قلاع من أيام الدولة، يعني عندنا تنوع كبير جدا في الأنماط السياحية. فرؤيتنا من هنا ورايح، وده يعني آخر ما استقرينا عليه، هو أن نكون نمرة واحد في العالم من ناحية تنوع الأنماط السياحية. حد هيقول لي في العالم، هقول له يس في العالم، لأن مقوماتنا هي نمرة واحد في العالم من حيث تنوع الأنماط السياحية. كل اللي احنا عايزين نعمله في الموضوع ده ان احنا هناخدهم نمط سياحي نمط سياحي. في حاجات هتاخد معانا 10 سنين، حاجات هتاخد معانا 5 سنين، هتاخد معانا 2 سنين، بس يبقى في خطة مركزة لتنويع الأنماط السياحية المصرية وتنويع الأسواق اللي احنا بنشتغل معاها وهكذا. النهاردة هضرب مثلا معانا سعادة سفير كازاخستان. كازاخستان في أقل من كام سنة سعادة سفير، هو يتكلم عربي كويس، في عدة سنوات أصبحت كازاخستان من أهم الدول اللي بتصدر سياحة لجمهورية مصر العربية. عندنا إيطاليا مثلا، إيطاليا من الدول اللي يعني بتتعاون معانا الحقيقة بشكل كبير جدا، ليس فقط في مجال السياحة، إنما عايز أقول لكم في مجال الآثار في تعاون يعني أنا سعيد بيه جدا، ويعني أتمنى إن هو يتطور مع الوقت. وكان في معالي وزير الثقافة الإيطالي، اجتمعنا مع بعض من يومين، تعاون مثمر جدا وبناء واحترام متبادل وتقدير عالي جدا لما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة في مجال السياحة. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر السادة السفراء ورؤساء البعثات وممثلي البعثات اللي رافقونا النهاردة. أنا عارف إنه في أجازات، وشهر أغسطس ده شهر الأجازات، وعارف إن كان في بعض التحديات الأخرى، إنما بشكر حضراتكم، وهيكون عندنا لسه زيارات لضيوف مهمين آخرين. بشكركم على الوقت اللي أنتوا جيتوه علشان تدعموا فكرة العالمين ورؤية العالمين والسياحة اللي موجودة في العالمين. وإن شاء الله دايما نلتقي في مصر وهي تتطور وهي تنمو وهي تحقق الرؤية المرسومة ليها، ونحس بالسعادة، لأن أهم حاجة النهاردة إن احنا نكون سعداء بهذا المكان. وعلى فكرة في نقطة أخيرة أنا عايز أقولها، فكرة إن العالمين، هي أنا عملت دراسة قبل ما مسافر على أسعار الفنادق وتنوع الفنادق. العالمين على فكرة تصلح لجميع فئات الشعب، إنما
يمكن العدد بتاع الغرف اللي في يعني في كاتيجوريز معينه او في شرائح معينه ممكن تكون كبيره او صغيره، انما لما شفت الاسعار الحقيقيه اللي اتباعت بيها الاوض وشفت التنوع اللي موجود في منطقه العلمين والساحل الشمالي من ناحيه الشقق الفندقيه والشقق اللي هي اللي بنسميها الشورت رنت اللي هي بناخدها عن طريق الويب سايتس لمده يومين او ثلاثه وخلافه، في تنوع كبير جدا من ناحيه السعر في العالمين والمنطقه المحيطه بها في الساحل الشمالي. فارجو ان لا نستمع لهذا الكلام زي اي دوله في العالم، نبص على جنوب فرنسا، نبص على جنوب ايطاليا، نبص على كل دول العالم فيها اماكن يعني مخصصه او بتكون غاليه ما بيقدرش يروحها غير فئه معينه، انما في اماكن اخرى بيقدر عليها مختلف الفئات اللي موجوده من الشعب او من الزائرين. فهي عايزه شويه بحث شويه بس، وانه الواحد ما يقولش انه لا انا مش هلاقي حاجه، ويبحث شويه هيلاقي وهيقدر يستمتع بالعلمين والساحل الشمالي بشكل او باخر. بشكركم جدا وبشكر المتحده على التنظيم، انا سعيد بيهم جدا الحقيقه. يعني انا شفت ديناميكيه كبيره قوي، شفت حرفيه كبيره جدا في المتحده، شفت قيادات واصغر ناس واكبر ناس وشباب صغير قوي وشباب اكبر في السن شويه، كلهم انتوا شفتوا لما قاعده على الارض النهارده، واظن كانت مبسوطه. هي فين كانت مبسوطه وهي قاعده على الارض اكتر ما هي قاعده على الكرسي في الاوتوبيس بتشرح للناس؟ الحقيقه روح حلوه قوي. بشكر المتحده وان شاء الله يبقى فيه كمان تطور اكتر واكتر في المستقبل. شكرا جزيلا ونلتقي دائما على خير. شكرا. كل الشكر لمعالي وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي، والآن مع كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السيد عمرو الفقي، فليتفضل. مساء الخير جميعا. أولا أنا بشكر معالي الوزير على تشريفه لنا هنا النهاردة، وبشكر سادة سفراء الدول الأجنبية، وبشكر زملائي من جميع الصحف سواء جوه مصر أو من بره مصر. الحقيقة فكرة المهرجان كلها كانت قايمة على حاجتين، كانت قايمة على الترويج السياحي للعالمين والاستثمار في العالمين. والنهاردة بتشريف معالي الوزير الحقيقة يعني احنا حسينا، وبانه بيقول انه في 104 جنسية جات السنة دي، فاحنا حسينا ان المواضيع ابتدت تؤتي ثمارها بالنسبة لنا. فشكرا لمعاليك، وان شاء الله المهرجان انا بوعدك ان كل سنة هيتطور عن التانية. احنا السنة اللي فاتت كنا شغالين بشكل معين، السنة دي شغالين بشكل مختلف، السنة الجاية ان شاء الله هنهتم اكتر كمان بان احنا يبقى عندنا انترناشنال ستار، يبقى عندنا السنه دي كان عندنا ستارز عرب كتير، السنه الجايه ان شاء الله هيبقى من اوروبا ومن امريكا كمان، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا معالي الوزير. كل الشكر للسيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. معالي الوزير، احنا عايزين نستغل فرصة وجود حضرتك معنا في الرد على بعض الأسئلة الخاصة بزملائنا الصحفيين والإعلاميين، فبنستأذن حضرتك في القدوم للمسرح مرة أخرى. مين هيشوط؟ اتفضل. محمد زهران، قناة سي بي سي. يعني مدينة العلمين أصبحت بالفعل يعني جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط، مش ده كلامنا احنا إن المدينة أصبحت أيقونة عالمية. بدينا نشوف في الميديا العالمية والصحافة العالمية الناس بتتكلم عن مدينة العلمين وإزاي إن هي قدرت تعمل خليط ومزيج ما بين إن هي تكون مدينة سكنية وفي نفس التوقيت مدينة سياحية. كيف يمكن توظيف هذا الزخم الكبير لهذه المدينة من أجل التسويق بشكل أفضل سياحيا أو حتى استثماريا؟ شكرا جزيلا. سؤال مهم جدا وهو جوابه واحد فقط، التخطيط. لازم يكون عندنا مخطط لمدينة العلمين السنة الجاية هنعمل ايه. عمرو بيتكلم دلوقتي على السنة الجاية في خطة. انا عايز العلمين تبقى ايه؟ عايز العلمين تبقى مقصد شتوي ولا مقصد صيفي ولا مدينة يتعاش فيها طول الوقت؟ هل انا لازم ادي امتيازات معينة؟ هل انا لازم اعمل تنشيط معين؟ هل 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 هل, هل.
بتصور هيجي وقت بس بعد ما تكتمل الانشاءات شويه ويكون في عندنا منتج قابل للتسويق بشكل كبير. يعني احنا النهارده بنتكلم على مضاعفه الطاقه الفندقيه، انا بتكلم من ناحيه السياحه واللي هو الايجار المؤقت والشقق الفندقيه والحاجات اللي زي كده، علشان نقدر يكون عندنا منتج يجيله بقى تشارترز من بره ويجيله نقدر نسوقه باعداد كبيره. انما النهارده الاعداد لازالت امكانياتنا محدوده. في مطارات حوالين العالمين، يعني النهارده بقول لك انزل جنوب العديد من الدول المجاوره، هتلاقي نفسك بتركب العربيه من مطار من المطارات بتسوق ساعتين ونص وثلاثه واكثر عشان توصل للريزورت بتاعك. احنا عندنا هنا في جزء بس ده عندنا مطار مرسى مطروح، عندنا مطار العالمين، عندنا برج العرب مع التوسعات بتاعته، وعندنا كمان اللي هيحصل في راس الحكمة بعد كده هيكون في مطار تاني. فاحنا الحقيقة التوزيع بتاع المطارات وطرق الوصول الى المقاصد السياحية بتاعتنا سهلة مش صعبة، عايزينه بس ان احنا يكون عندنا منتج قابل للتسويق نقدر نسوقه لأعداد كبيرة من السائحين. الخطة دي أنا متأكد زي ما أنا شايفك هيجي لها وقتها بعد اكتمال جزء من الإنشاءات، وساعتها هنقدر نقول للعالمين هيبقى وضعها إيه على مدار السنة كلها بالكامل. مساء الخير يا فندم، هند مختار اليوم السابع. أنا هنا، أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك، هو طبعا يعني مدينة العالمين قدرت في وقت قياسي إن هي تتحول لمدينة سياحية كبيرة جدا، ومهرجان العالمين مع جهود الشركة المتحدة قدر إن هو يسلط الضوء أكتر على المدينة. إزاي في ضوء خطة الدولة والحكومة لجذب 30 مليون سائح في 2028 تقدر وزارة السياحة بالتعاون واستغلال قدرات وإمكانيات الشركة المتحدة اللي هي تروج أكتر لمدن سياحية كتيرة في مصر، خاصة واللي إحنا عندنا مقومات كتيرة جدا تتمتع بها مصر سياحية؟ شكرا. شكرا على السؤال. خلينا نتكلم على جزئين. الجزء الاولاني هو 30 مليون سائح. 30 مليون سائح، انا عايز اتكلم هنا شويه حاجات فنيه شويه. الرؤيه حاجه وال30 مليون سائح حاجه تانية. 30 مليون سائح ده هدف احنا عايزين نوصل له، انما عشان نوصل له في فرضيات. الفرضيات دي مثلا السنه دي لم تتحقق نتيجه للوضع الجيوسياسي وتباطؤ الاستثمار في بناء الغرف الفندقيه. احنا الحاجه الوحيده اللي تفصلنا عن ال30 مليون سائح هو بناء غرف فندقيه، مش حاجه تانية. واحنا عاملين مبادرتين لسه متوافق عليهم في مجلس الوزراء، وعندنا استعداد للتعاون الكامل مع القطاع الخاص، والسياسه بتاعتنا ان احنا نشجع القطاع الخاص الى اقصى درجه، وكل من يهتم بالاستثمار في مصر فهو مرحب بيه، وحنتعامل معاه كيس باي كيس بحيث ان احنا نوصل في النهايه الى الفائده المشتركه من هذا الاستثمار. ده جزء. الجزء الثاني هو التعاون مع المتحد. الحقيقه المتحد احنا في تعاون بيننا وبينهم في مجال تنشيط السياحه، انما انا شايف ان احنا هنتعاون اكتر في حاجات غير مباشره. يعني انا مع التسويق الغير مباشر واستخدام السوشيال ميديا اكتر من الاعلانات والافلام. انا مع فكره ان اسوق للمتحف الكبير، انما ما اقولش المتحف الكبير، اقول ما يقدمه المتحف الكبير لذوي الاحتياجات الخاصه. لان انا كده قلت المتحف الكبير وذكرت البنيه الاساسيه العظيمه اللي موجوده في المتحف الكبير لذوي الاحتياجات الخاصه. لما اجي اتكلم عن السياحه المصريه اتكلم عن الاهتمام الدوله المصريه بالبيئه وليس بناء فندق في محميه فقط. يعني اقصد اقول هناك رسائل عن مصر تخدم السياحة وتخدم توجهات السياحة وثقة السائح في الدولة أكتر من أن أنا أصور فيلم عن الهرم والبحر والغوص وخلافه. فإحنا محتاجين شوية أن إحنا يعني نتعامل مع هذه الأمور بشكل مختلف، وإن شاء الله تكون النتائج مبشرة، وحيبقى في تعاون أكيد مع العالمية مع المتحدة في هذا الموضوع. محمد مخلوف، مراسل موقع قناة العربية في القاهرة ورئيس تحرير موقع مصر الآن. طبعا في البداية عاوز أسجل بصفتي مواطن مصري لأول مرة يزور مدينة العالمين الجديدة ويرى هذا التطوير الغير مسبوق، وعايز أشيد بكلمة حضرتك وأضيف لو تسمح لي جزئية صغيرة بس. حضرتك قلت لولا وجود إرادة سياسية ما تحققت. عايز أقول لحضرتك هو بالإضافة إلى الرؤية، يعني لولا وجود إرادة سياسية، لأنه قد توجد الرؤية ولا توجد الإرادة، فهناك رؤية وإرادة.
وتحقق الحلم، ونرى الآن التطور غير المسبوق في الساحل الشمالي الغربي لمدينة العلمين الجديد. حتى لا أطيل على حضراتكم، سؤالي بخصوص التعاون السياحي، هل سنشهد في الفترة القادمة تعاون مع هيئات كبرى أو دولية في مجال التعاون والترويج السياحي مثل هيئة الترفيه السعودية؟ زي ايه؟ مثل هيئة الترفيه السعودية في اطار، انا عارف النهارده مسرحيه، بص طبعا هيئة الترفيه ده حاجات يعني عمرو بيه يقدر يكلمكم عنها، او تعاون في مجال الفعاليات الفنيه والحاجات دي كلها هو يقدر يتكلم عنه اكتر مني. انا بالنسبه لي الترويج السياحي على فكره انا شايفه حاجه سهله، انا شايفه لو احنا فهمنا ما نقدمه هنروج سياحيا مظبوط. نمره واحد. اتنين، القطاع الخاص المصري بيعمل جزء كبير من الترويج. ما تنساش ان احنا كوزارة احنا مهمتنا مرة يعني في بعض الاوقات بنبقى واقفين قدام، وبعض الاوقات بنبقى مع الناس، وبعض الاوقات ورا قدام لما بنيجي نحط استراتيجيات ونزيل عوائق. انما احنا لا ننافس ولا ندعم طرف لصالح الاخر، نقف على مسافة واحدة من الكل ونترك الكل يتنافس، بعدين نرجع لورا نعمل الرقابة ونعمل الجزء الرقابي الخاص بينا كرقابة وكدولة لازم تبقى عينها على هذا القطاع لمصلحة المواطن. فالترويج بالنسبة لنا واضح، عندنا أكتر من طريقة هنستعمله فيها. السوشيال ميديا هي الأساس في هذا الموضوع وبعض التكنيكس التانية. يعني عايز أقول لك حاجة، احنا دلوقتي مثلا عندنا متحفين موجودين برا او معرضين بنسميهم، بس انا بسميهم دلوقتي متحفين، واحد في الصين واحد في المانيا. لو تشوف الرياكشن اللي اتعمل على المتحفين دول اظن والدكتور محمد يصلح لي، اول اسبوع اتباع 70,000 تذكرة و 250,000 في خلال مش عارف فترة قد ايه لسه يعني ما فتحناش. ترحيب كبير جدا كان موجود من الجانب الصيني، ترحيب جدا من الجانب الالماني. فاحنا بنتبنى دلوقتي فكرة المتاحف المتنقلة، ان احنا هيكون عندنا 4-5 انواع من المتاحف بالقطع اللي موجودة فيها، وهنبتدي ان احنا نعمل هذا العرض موجود خارج مصر لفترات مؤقتة طبعا، لان ما نقدرش نحطها لفترات دائمة، وبحيث ان العالم كله يبتدي يشوف على الاقل اللي ما جاش مصر او بيفكر يجي مصر ما تقدمه مصر على الاقل في مجال الاثار المصرية، او يمكن ننوع كمان مع الوقت تبقى آثار مصرية وآثار أرسا من حقبات أخرى إذا كانت الكلمة دي صح، أو يعني من أزمنة أخرى أو من صح يا أستاذ محمد؟ لا إيه؟ حقب طيب حقب عشان لو زعل مني هتبقى مشكلة. دي حاجة ترويجية مثلا بشكل غير مباشر، مش ضرورة يطلع أقول زوروا مصر أو حاجة، الوجود ده نفسه هو بيقول حاجة عن مصر. أخيرا عايز أوجه بس رسالة شكر وتقدير، أسجل كلمة شكر وتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التناول الإعلامي الاحترافي لمهرجان العلمين ولإبراز جهود الدولة في مختلف مجالات التطوير للساحل الشمالي الغربي. وعايز أشيد بنقطة هامة جدا وقرار اتخذته الشركة المتحدة في نسختها الثانية، وهو تخصيص 60% من العوائد إلى أهلنا في غزة وفلسطين. شكرا من الأرباح. شكرا جزيلا. شكرا. وهذا قرار عظيم. شكرا. أنا شايف هنا فيها. تفضل. سيادة الوزير مساء الخير. صبر ربيع من الكيل يابانية. السائح الأسيوي أصبح دلوقتي من أكبر الأعداد اللي موجودة في أوروبا وموجودة في أمريكا اللاتينية وموجودة في المنطقة. إيه خطة وزارة السياحة عشان جذب المزيد من هذا السائح من اليابان من الصين من كوريا؟ وأنا أعتقد أنه حضرتك كان ليك لقاءات مع مختلف المسؤولين في المجال ده، فعايز أعرف إيه الرؤية المحطوطة لجذب المزيد من السائحين من الشرق الأوسط. شكرا جزيلا. سؤال مهم جدا. السياحة من الثلاث دول اللي أنت بتتكلم عنهم دول لها صفة خاصة جدا، وهي أنك أنت لا تستطيع أن تخاطب السائح مباشرة بكفاءة. يعني تفرق عن أوروبا شوية، أوروبا بتقدر تعمل كامبينز بتستهدف بيهم السائح فبتغير الرأي بتاع السائح عشان يجي عندك. في بعض الدول ذات الثقافات الخاصة بيحب دايما يشوف ان التسويق اللي بيتم فيها عن طريق جهة من البلد نفسها، وبيتكلم مع ناس تتكلم لغة البلد نفسها.
ولما بناخده أو بنوصله عندنا هنا بيكون في حاجات معينة ومتطلبات معينة تتناسب مع هذه الكالتشر أو مع هذه الثقافة. فالحقيقة احنا عاملين خطة ان احنا هنعرض مرتين في الصين، رايحين معرضين في الصين عمرو بيه مرتين او ثلاث معارض في الصين، وده هيبقى يعني تواجد كبير. هنعمل رود شوز بحيث انه يبقى موجود المنظمين الرحلات الصينيين مع المصريين. هيتبقى عندنا موضوع رحلات الطيران، الحقيقة في اكتر من وسيلة يجوا مباشر وغير مباشر، واذا احتاجت العملية ان احنا مع وزارة الطيران ان احنا نتكلم في زيادة عدد الرحلات هنزودها. بس هو اهم حاجة هنا عشان يعني نبقى واقعيين، نخلق الطلب الاول وبعدين نجيب الطيران ينقل الطلب. ما ينفعش نقول للطيران اشتغل وبعدين نبقى نجيب لك الطلب بعدين، فاحنا نخلق الطلب وبعدين الطيران يقدر ينقل هذا الطلب. فالخطة موجودة، هتاخد وقت طويل لان ليها ظروف خاصة هذه الدول ومسافتها كبيرة برضو في الوصول الى مصر. فانما هي طبعا موجودة في الحسبان، واحنا درسنا كمان فكرة الطريقة اللي يتم بها التسويق عشان يكون تسويق فعال، مش بس بنتكلم وبدون يعني اي عائد على الكلام اللي احنا بنقوله. مساء الخير. مساء الخير سيادة الوزير. ليلى بدران، راديو النيل المتحدة. مصر بلد ممكن تقدر تزور فيها البحر طوال ايام السنة، كل الفصول كل الشهور. هل ممكن نشوف مبادرة الفترة الجاية بتتكلم عن زيارة الشواطئ وزي ما نقول مطاردة الشمس في كل ربوع مصر خلال السنة؟ بصي انا يعني طبعا هي بطريق غير مباشر احنا بنعمل كده، بس انا اللي عايز اقوله لك انه انا اكتشفت انه في ناس في اوروبا تعرف المواضيع دي اكتر مني. يعني انا مثلا قبل ما انا سمعت عن القصير من صديق ايطالي بيغطس في القصير كل سنة. مصر بلد مهمة سياحيا والناس بتقرأ عنها، والتور اوبريتورز ومنظمي الرحلات بيعرضوا المنتج المصري بشكل كبير جدا على الناس. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نظهر بشكل مختلف، نظهر بشكل اكثر ديناميكيه، اكثر شبابا، يعبر عن المنظر اللي احنا فيه دلوقتي بالشكل ده، ونبين ان انت هتيجي مصر تستمتع، وننسى بقى فكره انه الموسيقى والطبله والحاجات اللي زي كده، الحاجات التراديشنال اللي هي عظيمه جدا ما اقدرش اقول عنها حاجه، بس النهارده انا محتاج اسيب إيمج مختلف عن ما يحدث في البلد يعبر عن الحقيقة اللي موجودة سنة 2024. معالي الوزير، منور العالمين ومهربان العالمين الجديدة، ريهام السهلي، رئيس قناة دي ام سي. حضرتك أشرت طبعا للصين، وده يخليني أسأل كمان إمتى يكون عندنا رؤية شاملة للسياحة متنوعة جدا وفرص واعدة موجودة عندنا، السياحة الدينية، رحلة العائلة المقدسة، مشروع التجلي وغيرها كمان. شكرا يا فندم. عارفة ريهام هانم، أنا ده سبب إن احنا الرؤية خليناها الدولة الأولى في العالم من ناحية التنوع السياحي. عارفة ده هيخلينا نعمل إيه؟ هنعمل لكل نمط سياحي من دول مشروع. أنا هطور السياحة البيئية إزاي؟ هنطور السياحة الاستشفائية إزاي؟ هنطور السياحة الدينية إزاي مثلا؟ هنطور مسار العائلة المقدسة إزاي؟ كل الأمور دي لما أجي أحط الهدف ده قدامي كرؤية بعيدة المدى، أنا هأجبر نفسي وأجبر من معي ان نتعامل مع كل نمط سياحي اللي حضرتك بتقولي ده اسمه نمط سياحي، مع كل نمط سياحي من الانماط ديت على انه مشروع له اهداف قصيرة المدى وطويلة المدى لازم نشتغل عليه. ده اللي هيوصلنا للي انت عايزة تشوفيه بالظبط ان شاء الله. مساء الخير معالي الوزير، محمد الشريف من وكالة انباء العالم العربي. في ظل تحقيق مصر لإيرادات سياحية قاسية في النصف الأول من 2024، هل في تقديرات أو مؤشرات على الرقم النهائي اللي بتطمحوا لوصوله في نهاية العام، سواء من حيث الدخل السياحي أو أعداد السائحين؟ ممكن أدي لك حاجة تقريبية، إنما هي مش لأن المتغيرات بتتم كتير، بنتكلم في حدود 15 مليون. تمام. السؤال الثاني لحضرتك، هل في موعد مقترح لانتهاء خطة تطوير منطقة الأهرامات؟ تطوير ايه؟ منطقة الأهرامات. بص، منطقة الأهرامات مع هرجع تاني للي اتقال، رؤية القيادة السياسية والرؤية والإرادة
التطوير فيها كل مدى عمال يتوسع. احنا اتكلمنا الاول عن المتحف، متحف كل شوية بيتعمل فيه حاجة زيادة لانه بنلاقي ان فيه حاجات رائعة ممكن تتعمل اكتر. بعدين ابتدينا نتكلم عن المنطقة اللي حوالين المتحف بالشكل الصغير، فطورنا الهرم، وبعدين الإدارة بتاعت الهرم، وعملنا الممشى اللي موجود اللي هيكتمل قريبا إن شاء الله، وبعدين دلوقتي بنبص لتطوير المنطقة بالكامل لحد مطار سفينكس. فأنت حتى أنك تسمع عن تطوير متتالي في المنطقة اللي حوالين الهرم دي لعدة سنوات قادمة. امتى بقى نقف ونخلص المرحلة دي وبعدين نشبك المرحلة اللي وراها والحاجات اللي زي كده؟ أنا بقول لك إن ده تحدي أنا شخصيا بالنسبة لي، لأن كل شوية بتلاقي حاجة فيها نوع من أنواع يعني بتفتح شهيتك انك انت تضيف حاجه هنا وتضيف حاجه هنا. فانا عايز اوصل لمرحله ان احنا نيجي نقول خلاص على الاقل في المشاريع الحاليه احنا هنقف هنا، مفيش عمال هتخش في المكان ده ولا هنا ولا هنا، وبعدين نخش على المرحله الاوسع والاوسع والاوسع. انما هتسمع تطوير في المنطقه دي كتير قوي السنين اللي جايه. مساء الخير على حضرتك مع الوزير، بنرحب بحضرتك في مدينه العالمين الجديده، محمود جميل من القناه الاولى. يمكن حضرتك كان ليك لقاء بممثلي المصريين بالخارج، فهل ممكن نشوف خطة مستقبلية لدمج المصريين في الخارج في الخطط السياحية والاستثمارية في المدن الجديدة، وعلى رأسها طبعا مدينة العالمين الجديدة، أو يبقى حتى في تعاون مع الشركة المتحدة بدمج المصريين في النسخة الثالثة إن شاء الله القادمة من مهرجان العالمين الجديدة كخطة سياحية واستثمارية للمصريين بالخارج؟ شكرا. فكرة كويسة قوي. اللقاء مع الاتحاد اللي اتعمل، أو هو اسمه اتحاد، سموه اتحاد للمصريين في الخارج، الايه؟ تحالف المصريين في الخارج. شكرا. التحالف المصريين بالخارج كان مثمر قوي الحقيقة، وهم كانوا التقوا بعد المؤتمر بتاعهم مع معالي وزير الخارجية، وانا اتشرفت بلقائهم بعد كده وكنت سعيد جدا، ويمكن اتكلمنا في حاجات كتيره قوي غير السياحه. انا من النوع اللي بحب اسمع، واي حاجه كويسه، عارفين اللي بيقول بيشجع اللعبه الحلوه، اي حاجه كويسه قدامي بحب ان انا اتعلم منها حاجه واعملها وهكذا. فانا فاتح الباب على الاخر، اي حد عنده فكره تفيد البلد، تضيف لمصر، انا مع القيمه المضافه، احنا هنشجعها وهنقف جنبها، وحسب امكانياتنا هنقول احنا قادرين او غير قادرين ان احنا نعمل هذا العمل ولا لا. ان احنا ندمجهم في مبادرة معينة في الساحل الشمالي، انا بدعوهم لو هم شايفين ان الموضوع ده في اضافة وفي مقدرة ان هو يشتركوا فيه، اهلا وسهلا بيهم. بكرة اظن ولا بعده هيزوروا اماكن سياحية عندنا، يعني يتعرفوا عليها عشان يقدروا ينقلوها للناس التانية. ناقشنا افكار كتير للاستفادة من المراكز الثقافية، في بعض المراكز الثقافية مستغلة كويس وفي بعضها مش مستغل، للتسويق للثقافة والهوية المصرية. على فكرة موضوع الهوية المصرية ده انتوا بتسمعوه كتير اليومين دول، صح؟ موضوع الهوية المصرية ده اللي بيتعمل هنا ده جزء من إعادة صياغة هوية مصر. مصر هي مين بالظبط؟ فكروا فيها كده، هتلاقي ان احنا محتاجين اكتر من عالمين فيستيفال او مهرجان للعالمين، واكتر من فاعلية من الفاعليات علشان نبتدي نوصل احنا النهاردة مين بالظبط، ونوصل لشبابنا ونوصل لجميع فئات المجتمع ايه التوجه اللي موجود بدون كلام مكتوب على الورق، يبقى حاجات مرئية الناس بتحس بيها. مساء الخير معالي الوزير، محمد يحيى من جريدة الوطن. عايز اسال حضرتك في الاول على هل في خطه ان احنا نعمل حملات ترويج في الصحف ووسائل الاعلام العالميه للترويج لمدينه العالمين، ولا هنكتفي بحملات السوشيال ميديا عشان نستقطب اكبر عدد ممكن من السائحين؟ في اكيد، ومش بس العالمين، لكل المناطق. النهارده اللي بتعمله المتحده بالرسائل اللي طلعتها سواء كانت باللغة العربية أو بالإنجليزية أو اللي هينزل على السوشيال ميديا، هو ترويج للعالمين والسياحة المصرية بصفة عامة. الترويج الغير مباشر اللي بيحصل في العالمين هو ترويج لمصر، ترويج لأحد يمكن أنتوا شفتوه، أحد المنتجعات السياحية اللي لسه في طور الإنشاء في الساحل الشمالي، ترويج لمصر. كل المجهودات دي هي ترويج للسياحة المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر. حضرتك بس لفت نظري في كلام حضرتك، قلت من شوية اللعبة الحلوة، فاللعبة الحلوة خدت دماغي على طول ل
ليه ما نستغلش مدينه العالمين للسياحه الرياضيه؟ ان احنا في السياحه الايه؟ الرياضيه. كل دول كل فرق العالم الكبيره بتطلع تعمل معسكرات في التوقيت اللي احنا فيه ده اللي هو البيك بتاع العالمين عشان يستعدوا للموسم الجديد. ما اعتقدش ان هيبقى فيه احسن من الجو دوت ان يبقى العالمين مقصد للانديه دي اللي بتبعد عن الحر في الوقت ده تيجي تعمل معسكرات هنا وترويج. هيبقى كويس جدا بالنسبه لمدينه العالمين. فهل في خطه لده؟ فكره ممتازه جدا، والحقيقه انا هتكلم مع زميلي معالي وزير الشباب والرياضه ونبتدي نشوف لان هو ادرى بمين الفئات او يعني الفرق او المنتخبات المستهدفه في هذا المجال. انما هنا المكان مناسب جدا جدا لمثل هذه الفعاليات والاستضافات. معالي الوزير، شرمدة الدسوقي مراسله قناه دي ام سي. خليني في البدايه اقول لحضرتك ان احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك، واحنا كمراسلين بنبقى مبسوطين جدا بالنقاش اللي بيدور بيننا وبين كل الوزراء اللي جم على مدار كل الايام لمهرجان العالمين الجديده. شكرا. وخلينا كمان نقول ان احنا حابين التعاون اللي بين كل الوزارات وبين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. وبما ان انا مراسله فبتعامل مع العماله اللي موجوده في اكتر من مكان وابرز من مكان داخل مدينه العالمين والعماله اللي موجوده داخل المدينه. خليني انا لحضرتك رسالتهم واصيغها في شكل سؤال شويه، انه هم حاسين بالرواج اللي موجود داخل مدينه العالمين تحديدا في فتره المهرجان، وكان دايما تساؤلهم انه ليه الموضوع دوت ما يبقاش موجود طول ايام السنه مش فتره الصيف بس او خلال الشهرين. هل في خطه للوزاره او تعاون قادم هنشوفه مع الشركه المتحده بحيث انه في رواج للسياحه يبقى في عدد كبير من العماله في اكتر من مكان مش بس الاماكن اللي كان موجود فيها الفعاليات الخاصه بمهرجان العالمين؟ شكرا لحضرتك. شكرا. بصي، العالمين لازم تتحول الى مدينه سياحيه، انما هي مش منتجع سياحي، مدينه فيها اكتيفيتيز، فيها بنوك شغاله، فيها شركات فاتحه اماكن، فيها جامعات. النهارده الاستثمار اللي اتعمل في اكتر من جامعه وبيوت الطلبه وحاجات زي كده كبيره، لازم ندي لها وقت شويه، وفي نفس الوقت تكون اكتملت المباني، ولازم يكون في خطه كبيره جدا لوضع العالمين بحيث انها تكون فيها ناس موجوده عايشه 365 يوم في السنه، بالاضافه الى السياحه اللي بتروح وبترجع زيها زي اماكن كتيره جدا في العالم. ما اقدرش اقول ان في حاجه مكتوبه قدامي انا دلوقتي كوزاره سياحه، انما انا متاكد انه الكل هيشتغل على هذا الموضوع، لان انا اعرف ان هي دي الرؤيه المحطوطه لمدينه العالم. شكرا جزيلا معالي الوزير، اثقلت على حضرتك، كل الشكر لحضرتك. شكرا. الحقيقه ان اي حد هيجي هنا هيبقى فرحان وفخور، لان في ثلاث مفاهيم وثلاث معاني هيبقوا واضحين هنا وضوح الشمس في العالمين الجديده: القدره، التنميه، وبناء الانسان. القدره انه في ظل نهايات كاس العالم في عدم الاستقرار اللي بتحيط بمصر من كل اتجاه، احنا مش بس قادرين على الحفاظ على مكتسباتنا، لا ده احنا قادرين نحقق ونضيف مكتسبات جديده. التنميه ان صحراء جرداء من سنين قليله بقت دلوقتي مدينه منوره.
والله الواحد فخور وفرحان جدا 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 باللي هو بيشوفه في العالمين الجديده. بقى عندنا منتج سياحي زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم في صحراء جرداء من سنين قليله بقت منتج سياحي اضيف للخريطه السياحيه في مصر. شفنا سياحه اجنبيه، عمر ما كان الساحل الشمالي وجهه سياحيه ليها، بقوا موجودين باعداد كبيره جدا زي ما ذكر معالي الوزير من الجنسيات الاوروبيه ومن الفار ايست ومن كل دول العالم بقوا موجودين في الساحل الشمالي. واخيرا بناء الانسان المصري، مدينه العالمين الجديده مش مجرد شواطئ ولا منتجعات ولا مدينه ساحليه، دي مدينه بتستوعب كل المصريين بمختلف خلفياتهم الثقافية والمادية والاجتماعية، وده واضح حتى في كل الفعاليات المتنوعة اللي بتنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. واللي عايزين ندعو لحضراتكم لواحد من أهم هذه الفعاليات، واحد من أهم التراث أو مصادر التراث المسرحي في مصر، فرقة رضا للفنون الشعبية هتكون هي إن شاء الله آخر محطات جولتنا برفقة معالي الوزير والسيد عمرو الفقي في المسرح الروماني. معالي الوزير اخيرا بنشكر حضرتك شكر جزيل على تشريف حضرتك فينا في هذا المؤتمر الصحفي. عمرو بيه كل الشكر لحضرتك، كل الشكر للساده السفراء ومسؤولي وممثلي بعض الدول العربيه والاجنبيه، كل الشكر لحضراتكم على الحضور.